ترجي اليوم الفوز بتاعه كان فوز مستحق، كان افضل منها خاصه في الشوط الاول، كان معناتها كان الافضل كما قلت. الشوط الثاني حاولنا نرجعوا نعدلوا الامور، لي بريمير 20 مينيت كنا الافضل، خلقنا خصوص فرص في لي مومون باهيين نتاعنا، احنا ما سجلناش، وفي لي مومون باراليل باهيين نتاعنا نزيدوا نقبلوا الهدف الثاني، الشيء اللي صعب علينا الامور. بعد حاولنا نرجعوا ما نجمناش في اخر الشوط الثاني، اكيد والشيء اللي كان يخوفه معناتها ان بو دو لاشمون معناتها بعد الكوب دو تونيزي، دونك عادي جدا نحاولوا نتلافاو الشيء هذايا، نحاولوا نخمموا في باقي المقابلات، لكن نعاود نقول اليوم معناتها الترجي كان افضل منا والانتصار نتاعو كان مستحق. كيما قلت لك فما ان بو دو لاشمون بعد صار بعد الكوب هكاك، اوتوماتيكمون اللاعبين مع بعض اللاعبين تنتهي عقودهم، هيك الروح نتاع اللي كانت موجوده نقصت شويه، لكن حاولوا هما وعادي باش يصير كيما قلت لك هذايا. فان سيزون ما ننكروش، وقت اللي تبدا تلعب ما فماش اوبجيكتيف زاده معناتها اوتوماتيكمون معناتها تلاشي شويه. نحاولوا معناتها حاولنا نحضروا الشيء هذا، حاولنا نتكلموا برشا على من الكوتي هذه، لكن اليوم ما نحكيوش كان على الروح اللي مفقوده، الروح مش مفقوده كريمو، لكن كيما قلت لك معناتها الشوط الاول الترجي كان افضل منا، الشوط الثاني حاولنا نرجعوا في لي مومون الباهيين نتاعنا ما سجلناش، خلقنا زوج فرص، قلنا الهدف الثاني اللي صعب علينا المقابل. هو اكيد شيء اثر معناتها كي تكثر معناتها الكلمات على اللاعب، ولكن في نفس الوقت ينجم يكون حافز ايجابي وقت اللي تبدا معناتها العينين عليك. اليوم ما ينكر حتى حد انه الملاعبيه نتاع الاولمبي البيجي معناتها فيزي من عديد الوكلاء اللاعبين من عديد الانديه، التفكير نتاعهم يتفرعز شويه عادي. اما اللي اثر كما قلت لك معناتها صار رولاجمون صغير من بعد الفوز بالكاس مع نهاية موسم، مع تبدا ما فماش اوبجيكتيف، اكيد كي تلم الشيء هذا كل مش يقلق. اكثر لاعب ترى سيدوني طفل بوغرا خاطر اليوم كريسك اين بيرسوي في الماتش؟ نو والله لا اكثر لاعب قاعدين نحكيو عليه كميديا وكان يعمل لاعبين وكفيسبوك بون. اليوم اذا مش تحكي انت على ماتش معناتها اليوم الفريق ككل مش كان بوغرا، ما كناش في افضل حالاتنا مع التاكيد، وقت الفريق يبدا مش في افضل حالاته مش ياثر معناتها فرديا على اي لاعب، انت جاي تطلب من بوغرا باش يكون واحد وقت اللي الفريق ماهوش في افضل حالاته اكزومبل، هذه الاولى. ثاني حاجه معناتها بوغرا معناتها ما شاء الله عمل سيزون ممتازه جدا، اذا على ماتش باش نقولوا معناتها ما نقيسوش على ماتش انه ما يبداش في يوم عادي جدا في الكره، لكن ما يمنعش اللي بوغرا معناتها مطلوب من عديد الانديه وعمل موسم متميز ويستحق باش يكون معناتها ويخرج الفريق فريق معناتها ينجم يعطي مخي. اليوم النادي الافريقي خذا 3 بوان تاعو وصار طعن في الحكم هذايا، نستناو معناتها القرار معناتها حتى بو دو 15 مينيت الاولى معناتها كنا عملنا لونطان باهي ضد النادي الافريقي، نستناو شنو هي القرار اللي مش يتاخذوه، وما علينا كان نقبلوا معناتها اي قرار باش يكون موجود.